وعلى كل حال فالأصل أن الضعيف ينبغي أن يعلم قدره وأن يتحرى لأمر دينه، لا أن يأخذ بما يمليه عليه هواه ويظن أنه في ذلك متبع لعقله، كما هي أو كما هو الحال عند بعض الناس ممن يصفون أنفسهم بالعقلانيين في هذا الزمان، حيث ينظرون إلى أنفسهم أنهم أوفر عقلا من العلماء، وحين يزعمون بأنهم إن قلدوا العلماء فكأنهم تخلوا عن عقولهم، وهذا ليس من الصواب في شيء، فإن المرء ليس له أن يقلد فيما تقوم حجته بالعقل غيره، بل حتى في أصول الدين على قول طائفة من أهل العلم، وقيل بالجواز في أصول الدين أي الأمور القطعية شريطة موافقة الحق والقصد إليه. أما في أمور الفروع فكما تقدم لا يكل الأمر إلى عقول الناس، وإنما يكون ذلك اتباعا للدليل. فلذا العقل يجب أن يعمل هنا حين يتبع شرع الله تعالى الذي أمر بسؤال أهل العلم المختصين، فاسأل به خبيرا. هذا هو العقل الذي ينفع صاحبه، لأن العقل هو الذي يعقل صاحبه من فعل ما يرديه أو يشينه. فلئن كانت عقول هؤلاء تهديهم إلى الوقوع في معصية الله تعالى فهم في الحقيقة فاقدون للعقل، نسأل الله العافية. ولو أنهم استعملوا عقولهم حقا لأرشدتهم إلى الصواب، وذلك باتباع دين الله سبحانه وتعالى باتباع دين الله، باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.